طب خلينا بقى ايه نتكلم عن واحده واحده من التسعه اللي قلناهم. درجه تمام. النشاط في درجه الاول النشاط احنا اتكلمنا عن الحركه. اتكلمنا عن الحركه، في حاجه تانية نقدر نضيفها؟ في حاجه تانية مهمه قوي للطفل الحركي، السكريات، الاكل. ان هو لما بياخد سكريات طبعا ده بيهيبره اكتر. يعني هو لو طفل هادي وخد سكريات هتلاقيه بيجري في كل حته، حقيقي، فما بالك بقى اصلا هو حركي. ايوه صح. فلازم ياكل اكل صحي، نبعد عن السكريات، وبرده الدي الابيض، الحاجات اللي هي غير صحيه دي كلها، لان دي بتخلي تركيزه يقل، غير ان هو كمان هيبقى نشاط زياده قوي يعني عن العادي. طيب هو لو طفل برضو نشاطه قليل شويه ورايح المدرسه وانا عايزه اديله شويه انرجي، اديله بقى الحاجات اللي انا بمنعها عن الطفل التاني؟ لا، السكر عامه الابيض بيضعف التركيز، مش بيساعد على التركيز. أوكي. فده لو فعلا استبدله بايه؟ بعسل محل، ده حلو جدا مفيد. ممكن فاكهه، الفاكهه سريعه الامتصاص وبتدي صحيح. طاقه. الطفل كمان اللي نشاطه قليل هتلاقيه الصبح يعني هو بيتحرك ببطء، فالام ممكن تقول على ايه ده، يعني سوري يعني بروت، او اللي هو انت مالك يا حبيبي اتحرك، يعني الباص هيمشي يا بابا البس. فهو دي اكتيفيتي ليفل، يعني هو الانرجي او الطاقه والاكتيفيتي بتاعه قليل شويه. فانا صحيه بدري حبه واعمل حسابي ان هو بطيء، فانا اديله مساحه من الوقت، ما اضغطهوش وافضل ازن عليه، لان ده بيضغط على جهازه العصبي وبيعمل الحاجه بسرعه بس يبقى متوتر. أوكي. فاحنا برضو نقبل ان ده طبعه وان احنا نتعامل معاه بالطريقه دي. وفي برضو نقطه تانية مهمه، ان هو مش بس لا اما كده لا اما يعني لا اما شاي قوي لا اما هادي قوي. لا، هو في يعني ليفلز كتيره في النص، وفي في مودريت وسط، في يعني اكستريمز. فهو مش نوع واحد ومش طبع واحد، يعني مش طريق، مش ليفل واحد. فالأم شطارتها إن هي تبص وتعرف إيه هو ابنها في أي مرحلة أو أي ليفل وتتعامل على هذا الأساس. لكن لو طفل سريع عادي جدا تصحيه متأخر وهيلبس بسرعة وهيتعامل، مفيش مشكلة. هو بيحب ينجز، فهتلاقيه يعني بيعرف يخلص بسرعة، لكن البطيء فتدي له وقته من غير ما نضغطه ولا نحسسه إن هو مش مقبول. طيب كده خلصنا درجة النشاط، ولا حابة تضيفي حاجة فيها؟ خلاص، لا ده درجة النشاط. نروح لدرجة الاستثارة الحسية. أكيد كل طفل بيستثار من حاجة مختلفة عن التاني. بالزبط. فخلينا برضو نعرف يعني إيه استثارة حسية. تمام. هي معناها اللي هي سنستافيتي أو الحساسية عامة. في أطفال جهازهم العصبي حاجة ربنا خلقهم بيها كده حساسة أكتر من أطفال تانية، ومش بس أطفال برضو، يعني الكلام ده كله على البشر عامة. ففي ناس بس يعني نفس الموضوع للصغير زي الكبير ولا بتختلف شوية؟ طبعا الكبير بيبتدي يعني يكون اكتسب مهارات من خلال خبراته، فالموضوع بيتغير، بيقدر ان هو يبقى مثلا عنده سيلف ريجوليشن او تحكم في الذات غير الصغير. يعني احنا مثلا لما نتكلم عن النقطه دي، الهاي بتاعها او العالي قوي اللي هو حساس جدا، هتلاقيه بيتضايق مثلا من الدوشه، ممكن نور عالي قوي يضايقه يزعجه، ممكن كمان ملمس خشن يضايقه. يعني في اطفال بتشتكي ان لا انا الجاكيت مضايقني، انا مش عارفه ده مضايق، تفتكروا انهم بيدلعوا. انت بتدلع؟ ايوه. لا، في ايه يعني، ما هو جاكيت زي كل جاكيت يعني. بالظبط. لكن هم فعلا بيبقوا حساسين قوي للحاجات دي، فيزيكالي اللي هو الملمس، وكمان ايموشنالي المشاعر، بيحسوا المشاعر بزياده قوي برضو، او يعني بيبقى عندهم مثلا زعلانين بيزعلوا قوي، فرحانين بيفرحوا قوي، وهكذا. اوكي. لكن انا دايما بشوف برضو، حياتك تصححي لي، الكبير مشكلته اقل لان بيعرف ممكن يعبر عن مشاعره وعن احساسه. انا ده بيضايقني انا، يعني مثلا لو متخيله لو لبست جاكيت بيشوكني، يا جماعه انا مش عايزه البسه لاني بيشوكني. لكن الطفل احيانا كتير ما بيعرفش يعبر، وزي ما حياتك بتقولي الام بقى رد فعلها ايه، في ايه، بيبقى مجبر. فدي يعني متهيألي بتزود المشكله شويه عند الاطفال. طبعا، لان الكبير عنده اراده، لو حاجه مضايقاني خلاص جاكيت مضايقني هقلعه. لكن الطفل بيبقى يحس انه مجبر، لا انت هتلبسه عشان الجو برد، مفيش بدايل. طب ليه نشوف حاجه تاني؟ طب انت مضايقك في ايه؟ طب تحب نشوف مثلا جاكيت غيره؟ نبتدي نتحاور ونفهم، نحاول ننزل لمستواهم ونفهم هو ايه اللي مضايقهم. ما ناخدش ان كل حاجه لا انت بتتدلع، لا انت بتستعبط مثلا، لا هو مش شرط يكون كده. في حاجات بتؤثر على درجة حساسية الطفل، يعني بنشوف طفل حساس عن التاني، طفل بيتأثر بحاجة التاني ما بيتأثرش عن، وممكن يكونوا اخوات في بيت واحد، ايه اللي ممكن يكون بيؤثر في النقطة دي؟ زي ما قلنا، هو الجهاز العصبي اكثر حساسيه عند ناس عن ناس ثانيه. ففي الحاجات الجهاز العصبي، الجهاز يعني حاجه العصبي هو اللي مسؤول عن الاحساس، العصبي اللي مسؤول عن الاحساس، والجزء برضو المسؤول عن المشاعر هو جزء في المخ، فليه علاقه بالاعصاب. فهي دي طبيعته، احنا مسمينها طبع عشان هي طبيعته كده، ربنا خلقه كده. هو مع الوقت بيكتسب مهارات ازاي يقدر يتعامل مع مشاعره دي، بس هو لسه طفل صغير، لسه بيتعلم.
طب الأفضل إن الأم تحاول تغير الطبع ده زي ما أنا قلت في المقدمة يمكن، ولا تتعامل صح مع الطبع ده؟ تتقبله، تحاول تعلمه مهارات تساعده إن هو يعرف يتعامل مع المجتمع. يعني الحساس قوي محتاج إن إحنا نعلمه إن هو يعرف يتكلم ويعبر عن مشاعره ويلاقي حضن يحتويه ويقول له إتس أوكي، ما فيهاش مشكلة إن أنت تبقى زعلان، أنا حاسة بيك. ففي الحالة دي هو يتقبل مشاعره ويتقبل نفسه، مع الوقت هيعرف يتعامل معاها ومش هتبقى أزمة بالنسبة له. برضو الطفل اللي مش معبر أو اللي هو حساسيته قليلة، إحنا محتاجين برضو نساعده لأنه محتاج إنه يبقى عنده تعاطف ويحس باللي حواليه. ما عندوش تبلد بقى يعني، لا يتحرك شوية. برضو بنساعده إن إحنا نفهمه، إن تفتكر مثلا أخوك كان حس بإيه لما حصل الموقف ده، ونبتدي برضو نكلمه بلغة المشاعر عشان يفهمها ويقدر إنه يبقى يتعامل بقى مع المجتمع بتعاطف ويحس بالناس يعني.